موجز لأهم الأخبار من النبأ، أهلا بكم. يشهد محور الجوارشة وجريونس اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة بين مجلس شورى بنغازي وميليشيات حفتر بحسب مصدر من شورى الثوار. المصدر أوضح أنه لليوم الثالث على التوالي تستهدف مدفعية المجلس تجمعات لميليشيات حفتر بالجوارشة والهواري وجريونس، كما أكد أن محاور الصابري وسوق الحوت ووسط البلاد تشهد هدوءا منذ أيام، مشيرا أنهم يسيطرون على مواقعهم. رحب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج بدعم الجامعة العربية والمساعدات الدولية لمحاربة ما سماه الإرهاب في ليبيا. السراج قال عقب لقائه نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء إن المجلس المقترح قام بوضع استراتيجية لمكافحة ما سماه الإرهاب، آملا مساعدة الدول العربية في رفع حظر التسليح عما وصفه بالجيش. دعا رئيس الحكومة المالطية جوزيف موسكات دول الاتحاد الأوروبي إلى ما سماه بمزيد من الدعم لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا. موسكات وخلال مؤتمر صحفي عقده بمعهد الجامعة الأوروبية في ولاية فلورنسا الإيطالية أوضح أن الليبيين يرغبون وبشدة في تنفيذ إجراءات ملموسة وسريعة لإعادة الاستقرار إلى الدولة حسب تعبيره. واعتبر موسكات أن الاتفاق الأوروبي التركي لوقف تدفق المهاجرين سيدفع بالمزيد منهم للتوجه نحو دول شمال أفريقيا وخاصة ليبيا للعبور إلى أوروبا. طالبت حكومة الإنقاذ الوطني وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن صرف نسبة 50% من الباب الرابع من الميزانية العامة المخصص كعلاوة للأبناء. القرار طالب بصرف علاوة الأبناء خلال الفترة من الأول من يناير 2016 حتى 30 من يونيو القادم والبالغ قدرها 520 مليون دينار. نلتقي وإياكم على رأس الساعة في نشرة أخبار مفصلة.